ثمن رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذه جهود دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة والمساندة لليمن في مختلف الظروف وأحلكها صعوبة وتعقيدا. وأشار رئيس الجمهورية خلال لقائه رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي باليمن السفير سعد محمد العريفي إلى أن رفع مستوى التمثيل لدول مجلس التعاون الخليجي باليمن إلى مستوى بعثة والذي سيتم إشهاره رسميا خلال الفترة المقبلة دليل آخر على مدى الاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون الخليجي لليمن لما تمثله من عمق تاريخي واستراتيجي لدول المجلس، كما سيسهم أيضا في الدعم الإيجابي في المرحلة المقبلة للمبادرة الخليجية والآليات التنفيذية المزمنة لتوطيد آفاق التعاون والشراكة المثمرة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. وثمن الرئيس هذه الجهود المبذولة للتحضير الإيجابي والفاعل لإنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن المزمع عقده في سبتمبر المقبل في نيويورك لمتابعة نتائج التزامات المانحين وما يمكن أن يقدم أيضا لليمن في سبيل إنجاح مرحلة التحول الذي تشهده اليمن. من جانبه أشاد السفير العريفي بالنجاحات المحققة تحت قيادة رئيس الجمهورية في فترة زمنية وجيزة، مشيرا إلى أن اليمن ظلت حاضرة على طاولة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والجميع يتابع باهتمام وتفاؤل الخطوات التي تمت حتى الآن.